أهلا بكم في النشرة الرياضية. اختتم أعضاء فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين استعداداتهم النهائية للمشاركة في بطولة القتال النهائي UFC بعد اجتيازهم الفحص الرسمي للوزن، والذي احتضنته صالة روث إيكارد بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور جماهيري كبير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة. هذا ويعتبر فحص الوزن الخطوة الأخيرة لدخول حلبة النزال. انتزع دارك ليب الفوز من منافسه النصر، وذلك في النهائي الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة الطائرة، حيث نجح فريق دارك ليب في تحويل تأخره بشوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط لشوطين، ليقترب بذلك من تحقيق لقب بطولة الدوري لأول مرة في تاريخه، فيما بات النصر يحتاج إلى عودة قوية في النهائي الثاني يوم الخميس المقبل إذا ما أراد تأجيل الحسم لمواجهة فاصلة. عمق الرفاع من جراح فريق المنامة بعد أن تفوق عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطنية ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. أهداف الرفاع جاءت عبر البرازيلي باربوزا في الدقيقة 35 ومحمد الطيب في الدقيقة 88 ليصل رصيد الرفاع للنقطة 22، بينما تجمد رصيد المنامة عند 11 نقطة في المركز الأخير مقتربا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. في المقابل واصل الحالة تألقه في القسم الثاني وفاز على الرفاع الشرقي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد النادي الأهلي.